واحده في علاقه مع شاب بيحبها جدا بيعملها كويس جدا كل حاجه كويسه جدا ولكن هو في علاقه مع واحده تانيه في نفس الوقت ولما هي عرفت وجهته قال لها انا بحبك وبحترمك وما اعتقدش ان أنتي شفتي مني اي حاجه وحشه في الفتره اللي احنا كنا فيها مع بعض ومش عايزه اسيبك انا مش عايزه اسيبك بس انا كمان بحبها وانا كمان عايزه وانا كمان مش عايزه اسيبها هتساليني انت انت عايز ايه هقول لك معرفش لكن كل انا عارفه ان انا عايزه احتفظ بيكم انتم الاثنين مش عيب على فكره مش عيب حبيبي عايز يحتفظ بمنجاية وتفاحاية يعني هنا الصبح يفطر على مانجا وبالليل يتعشى على تفاح حبيبي بيعمل نظام غذائي وانتي عايزه تقولي تعملي ايه ومش عايزه تسيبيه لازم بقى تتعرفي على البنت الثانيه وتشوفيها هي شكلها عامل ازاي وتشوفيها بتتكلم ازاي وتشوفي طباعها ايه وحياتها ازاي وكل حاجه وتكوني نسخه منها على شخصيتك يعني تعملي بقى ايه طبق فروت سلاد كده انتي حته منجايه وهي حته تفاحيه فهو عايز الاثنين فتعملي طبق منجا على تفاحه علشان هو ما يروحش لحاجه تانية بس هل تعتقدي ان انت ما تعملي مانجا على تفاح ويفضل معاكي مش نفسه مش هتروح للبطيخ او الفراوله ويفضل بقى طول النهار طب ولما هيحتفظ بيكوا انتوا الاثنين هيتجوزكم انتوا الاثنين انت حد واتنين وثلاثه وهو وهي اربعه وخميس وجمعه حد واتنين وتلاتة وهي اربعه وخميس وجمعه والسبت اجازه